نحن جينا في مخاطرة، ما جينا بطيبنا، كنا مخاطرين لحتى وصلنا لهون، يعني كنا بحاجة للمكان الآمن. تعب وإرهاق وطالعين من وضع يعني رعب، كان نهار كامل رعب وتوتر وخوف، وضلينا تقريبا أخذت معنا من منطقتنا من الدوار لبيروت تقريبا 10 ساعات. صراحة نازلين ما عارفين حالنا وين بدنا نروح، لأنه أساسا ما عندنا بيوت نحن ببيروت، واضطرينا إنه ننزل نشوف وين ممكن نقدر نلاقي ملجأ يعني لقلنا. فصاروا طبعا ولاد الحلال كتار يدلونا، وجينا هون على معهد رفيق الحريري. عم يعملوا أكثر ما بوسعهم، مقدرين الوضع اللي نحن عشناه ومقدرين الوضع اللي هلأ نحن عايشينه. هلأ أنا بقدر هيدا الموضوع إنه إني معهد، منه أوتيل أو هو نادي ليكون فيه مهيئ ليكون فيه محل الشاور يعني واحد يتحمم، بقدر هيدا الشيء. بس هي هلأ أكثر شيء نحن عم نعاني فيها قصة الحمامات، الواحد ترك بيته تهجر منه أكيد بده يشعر نفس الشعور. حتى يعني حتى نحن هون بس مش حاسين، حتى مش حاسين بأمان. هي إسرائيل هني أساساً غدارين وحوش، ما بتعرف يعني ما بتحس بمطرح أمان لأنه ممكن يغدروا. وهيدا كله هلأ هيدا ما بعتبره عذاب، بس إنه بضل أهون من إنك تخسر إنسان بتحبه مثل الوالدة أو الخي أو الأخت، بتشوفهم قدام عينك عم بيموتوا. بدنا نرجع وبدنا ننتصر على هذا العدو الغشم.